منطلق التوجيهات السامية لجلالة الملك من جهة، وإيضا استنادا إلى مختلف التشخيصات المنجزة من قبل عدد من الهيئات الوطنية من جهة ثانية، وأيضا انطلاقا من ما ورد في البرنامج الحكومي، فقد جلعت الحكومة من ورش إصلاح الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية إحدى الأولويات التي تشتغل عليها. وقد نص البرنامج الحكومي على التزام الحكومة بإصلاح الإدارة والخدمات العمومية، تقريبها من المواطن، مراجعة منظومة الوظيفة العمومية وأساليب التدبير والمساطر الإدارية. إصلاح نظام الوظيفة العمومية اللي هو عنده أهمية خاصة وقد التزمت به الحكومة كما قلنا في برنامجها، وتقوم سياسة الحكومة في مجال تدبير التوظيف في القطاع العام على مقاربة تروم تطوير منظومة التوظيف، جعلها أكثر استجابة لحاجيات مختلف الإدارات العمومية من الموارد البشرية، ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، تعزيز قيم الشفافية والاستحقاق، تكريس مبدأ الدستوري في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. سنستمر في تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية التي قلنا خضعت للتشاور، وكانت مجال التشاور في مجلس الأعلى للوظيفة العمومية وفي مجلس الحكومة، يعني الرؤية ديالها، الخطوط العارضة ديالها، الآن سنعمل على تنزيلها. ورش تحديث الإدارة العمومية، هذا الورش ديال تحديث الإدارة العمومية الهدف منه هو المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إلى مرافق الإدارة العمومية، إلى الخدمات ديال الإدارة العمومية، عن طريق تغطية ديال التراب الوطني من جهة، الاستمرارية في أداء الخدمات من جهة ثانية، وأيضا احترام القانون والحياد والشفافية ديال الإدارة، التجاوب مع المرتفقين من خلال تلقي الملاحظات والشكايات والتجاوب معها، تقديم الحساب عن تدبير الأموال العمومية طبقا للقوانين الجاري بها عمل، وهكذا. يعني هذه هي الأهداف عموما، واستنادا إلى هذه المبادئ تضمن البرنامج الحكومي عدد من الإجراءات والالتزامات في هذا المجال، وقد عملت الحكومة على إعداد خطة لإصلاح الإدارة تتضمن التوجهات العامة التي من شأنها إحداث تحولات هيكلية على 4 مستويات: التحول التنظيمي للإدارة، التحول التدبيري للإدارة، التحول الرقمي للإدارة، والتحول التخليقي بمعنى الأخلاقيات للإدارة. وتعمل الحكومة على تحقيق هذه التحولات عبر جملة من المداخل: أولاً، تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في المرفق العمومي، ذلك أن هذه القيم تمثل رافعة أساسية لإصلاح الإدارة، وتمثل رافعة أساسية للقيام الإدارة بواجبها تجاه المواطنات والمواطنين. تحسين جوزة المرافق العمومية، تعمل الحكومة أيضا على هذا المستوى. دعم التحول الرقمي للإدارة، تحدثت عنه، هناك فيه واحد الجهد كبير، ربما نرجع له إذا بغيتوا كثير من المزيد من التفاصيل، ولكن اليوم جردت أكثر من 400 خدمة إدارية إلكترونية، وقيس جاهزيتها مع تحديد مسار المرتفق للحصول على هذه الخدمات، وإن شاء الله غادي نطوروا في هذا الرقمنة ديالها. تدوين مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة ونشرها عبر البوابة الإلكترونية المعنية، واقتراح الإجراءات التبسيطية لهذه المسطرة. سادساً، تطوير منظومة تلقي ومعالجة تتبع ملاحظات المتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم، هذه الدرت فيه واحد البوابة خاصة، البوابة الوطنية للشكايات، شكاية نقطة MA، يوم الثلاثاء 9 يناير 2018، في إطار تفعيل مقتضيات مرسوم خاص بهذا. اليوم عندنا إلى غاية 20 ماي عندنا تقريبا 121,000 شكاية التي أودعها المواطنات والمواطنون، تمت معالجة 76% منها، 76% منها، وبلغت نسبة الرضا المعبر عنها في معالجة الشكايات 67%.